بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما زلنا في تطبيق الشريعة وتحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم، الفصل السابع دعوى اختلاف الفقهاء وتعدد تجارب التطبيق. يقول الدكتور صلاح الصاوي حفظه الله: وهذه مما تفتقت عنه مؤخرا قرائح العلمانيين في مسلسل هجومهم على شريعة الله عز وجل وسعيهم في تعويقها. يقولون: أي شريعة تطبقون؟ وأي إسلام تنشدون؟ إسلام مالك أم إسلام أبي حنيفة أم إسلام الشافعي أم إسلام أحمد بن حنبل؟ وإشارة إلى المدارس الفقهية القديمة. ثم يقولون: إسلام الخميني في إيران أم النميري في السودان أم ضياء الحق في باكستان أم إسلام الوهابيين في السعودية؟ يقولون: إنكم لم تتفقوا على الإسلام الذي تدعوننا إليه وتجادلوننا في تطبيقه. وفي الواقع هذه قضية من تنصل من الإسلام ابتداء، ولعلنا تكلمنا على هذا قبل ذلك. بمعنى هم يقول لك: لا، أصل أنتوا ما نيجي ندعوهم إلى الشريعة يقولون: أنتم لن تطبقوا الشريعة، أنت ستطبق فهم السلفيين للشريعة، وهذه مشكلة، وفهمك أنت فهم منغلق وفهم وهابي وفهم صحراوي إلى آخر هذه. بقول له: طيب اعتبر إن مفيش سلفيين، واعتبر إن مفيش إخوان، واعتبر إن مفيش الشرائح التي سماها الناس بالإسلاميين. أنت كمسلم تقرأ كتاب الله وتقرأ فيه إن الحكم إلا لله، وتقرأ فيه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، من آخر ذلك. وتقرأ فيه حرمة الربا، تقرأ فيه حرمة الخمر وحمرة الميسر، ماذا أنت فاعل؟ يعني دعك من تطرف السلفيين ويعني برجمية الإخوان، دعك من كل ما تدعي أنت. أنت كمسلم أين أنت؟ لكن في الواقع هو بيقول لك: أنت فاهم الشريعة غلط، وبالتالي سنسقطك أنت والشريعة. أين دوره هو كمسلم في الحفاظ على الشريعة؟ احنا هم بيقولوا لنا ايه؟ انتوا فاهمين الديمقراطيه غلط، فتطبيقكم للديمقراطيه مرفوض. لكن هم هيطبقوا الديمقراطيه الايه؟ الصح، ده دايما هم بيقولوه. طيب اشمعنا في الاسلام يقول لك: انت فاهم الاسلام غلط، تطبيقك للاسلام غلط، فايه؟ يبقى ما فيش تطبيق للاسلام. ما يعرضون هم الاسلام. بعضهم بيقول لك: طب وانا بقول ايه غير الاسلام؟ ما هي الديمقراطية هي الوجه الآخر للإسلام، والآخر يقول لك الاشتراكية هي الوجه الآخر للإسلام، والليبرالي يقول لك ما هي الوجه. ده لما يحب حد منهم نقول له: لا تعالى بقى، كل فكرة كل منهج له مصادر أصلية، فالاشتراكية لها كتبها، والليبرالية لها فلسفتها، والديمقراطية لها فلسفتها، والإسلام فيه الكتاب والسنة. فياريت لما تكلمنا يعني لو أنت يعني بلاش حكاية أن أنا قلت أنا ديمقراطي والديمقراطية هي الوجه الآخر للإسلام، أو أنا اشتراكي والاشتراكية هي الوجه. كلمنا بالإسلام مباشرة كده، يعني عشان نفهم أن هو ده الإسلام، يعني أنا بحس تطمئن أن أنت عرضت لنا كل جوانب معالم المنهج الإسلامي كما هي موجودة في الكتاب والسنة،
وانك ما تدعو اليه مش بيشترك معه في قيمة، قيمة عدل او قيمة شورى او قيمة مساواة، لا ده انت تبقى بينت لنا ان انت جبت الاسلام كله، بلاش حكاية الوجه الاخر دي، احنا عايزين الاسلام نفسه باسمه ورسمه واحكامه. شايف ان احنا فاهمينها غلط طبقها انت، ولكن احنا بنلاقيهم بينفروا من كلمة الاسلام، فلما تيجي عندها وتقيم عليهم الحجة يقولك انا لم ارفض الشريعة وانما ارفض فهمك انت للشريعة. يقولوا لا انت يعني من حقك ترفض فهمي للشريعة، بس يا ريت انت تبقى من دعاة الشريعة بالفهم اللي انت شايفه صح. اصل انا ما بفهمش في الشريعة، طب والحل المعضلة، طب احنا لا يعني نقوله طب بمرجعية الازهر، بمرجعية مجمع البحوث الاسلامية، بمرجعية مجمع فقهي جديد، جيب حل. لو انت من المؤمنين بوجوب تطبيق الشريعة ولقيت مشكلة ان في ناس فهمها غلط، اكيد تجيب لها حل، زي ما هو مؤمن مثلا بالديمقراطية ولا ناس فهمها غلط، قال لا نفضحهم ونبين ان هم مش فاهمين الديمقراطية وان هم بيستخدموا الديمقراطية لمصالحهم، مش دي حرب اعلامية، ايه غرضها؟ صيانة الديمقراطية فيما يزعمون عن من يعني ان يستخدمها غير الديمقراطيين. طب ما شفنا لهمش حملة صيانة الشريعة عن سوء فهم الاسلاميين، بيسقط الاثنين في ضربة واحدة. نفس قضية الاختلاف، سواء بقى برضو خلاه اختلاف مدارس فقهية قديمة او مدارس او جماعات اسلامية او تجارب سياسية، مع الاخذ في الاعتبار ان معظم ان لم يكن كل التجارب السياسية لتطبيق الشريعة كان بيعتريها كثير من علامات الاستفهام. يعني اما اللي بيطبق ديكتاتور كالنوميري مثلا بينقذ اخر يعني اخر ورقة بيلعب بيه، ورقة من ضمن الورق اللي ممكن يلعب بيه، فكيف ستتصور تطبيق رجل يعني سلوكه وحياته مخالفة للشريعة وشعبه لفظه، ففي اخر لحظة قال لهم اطبق لكم الشريعة. او تطبيق مثلا ايران، ودلنا الناس دول بيطبقوا تطبيق صح جدا بالنسبة لمذهبهم، ومذهبهم مليء بالشذوذات الفقهية ومليء وفي كهنوت اللي هو بيخلينا نرجع للدولة الدينية المنفرة، بمعنى يعني الناس دي عندها منهج باطل وطبقته كما ينبغي. يعني انت عندك الاهل المناهج الحقة انتحلها اساسا ديكتاتوريون وأرادوا ان هم يلعبوا بها كورقة سياسية، لكن ايران، فايران يعني يجب اخراجها من المعادلة كنموذج يمكن ان يقال ماذا فعلت الشريعة في ايران، مع ان الجزء الموافق للحق في ما طبق في ايران بلا شك يعني اوجد منهم امة بتنافس، لانه مبدأ انه يبقى بغض النظر عن المنهج الشيعي وما فيه من ضلالات، ان يشعر بذاته وانه مش قزم ومش ذنب للاخرين، اوجدت منهم امة النهاردة بتناوي امريكا. وان كان طبعا التطبيق لا يمكن لاعتباره معيار للتطبيق الصحيح. خلاصة الشبهة والدعوة التي بها يتعلل من عدم التطبيق الشريعة ان هناك مناهج متفاوتة. يقول الدكتور صلاح الصاوي في توصيف يعني حقيقة هذا الكلام، وهم بهذا يريدون تقديم قضية الاسلام وكأنه شرائع منفصلة ونماذج شتى متباينة تتفاوت من النقيض الى النقيض، ويغرق معها مريد التطبيق في لجج من المتناقضات والمفارقات.
طبعا الاسلام مستحيل، ما احنا دايما بنقول لهم يا اخوانا انتم مسلمين اكيد، فمستحيل تصف الاسلام بانه اتى بشيء مستحيل التطبيق. عم اجي نقول له، وبعضهم يقول احد الاجوبه خروجا من الخلاف، يا عم في مجمع عليه في الشريعه، لو انتوا فعلا قابلين للشريعه طبقوه ويبقى عندنا مشكله في المختلف فيه نحله. يقولوا لا مجمع عليه. طب لا مجمع مثلا من المجمع عليه حرمه الربا. يقول ماشي مجمع ان الربا حرام بس مش مجمع ما هو الربا. تخيل تخيل الاجابه دي وما تنطوي عليه. تنطوي على ان القرآن امرك بامر ونهاك عن نهي يستحيل تطبيقه. بقى لازم انا اوقن ابتداء قبل اي بحث ان الله اذا حرم الربا فلا بد ان يوجد تعريف دقيق وواضح لهذا الشيء المحرم، والا يبقى القرآن لغو والعياذ بالله. ممكن الاقي شيء ربا يقينا وشيء فيه شبهه يدخل في الربا ولا لا، ماشي، لكن يبقى ما فيش حاجة في الدنيا انطبق عليها وصف الربا ربنا يحرم الربا. زي نفس قضية لما أقول الحدود وضعت لها شروط صعبة احتياطا لدماء وأبدان الناس، مش بأي شبهة واحد هيجي يتجلد أو يتراجم أو يتقتل. أقول الحدود علق ثبوتها على شروط صعبة، تلاقيهم يقول لك شروط مستحيله وبالتالي من حقنا نسيبها. يعني يبقى القران اثبتها وانت تحذفها؟ ده خلاصه المقدمه. بص بقى ايه للنتيجه النهائيه، حاجه في القران وانت شايف انها ايه اثبتها لغو، ما هي كده فعلا. ما لو هي على شروط لو هي معلقه على شروط مستحيله يبقى اكتبها ليه من الاول، انما لو هي على شروط صعبه اقول اه ده التجديد في الشروط مقصود، لا حتى لا يقام الحد الا في هذه الحاله. فهو يجي احيانا كنتوا زعلانين على الحدود، ده الحدود معلقه على شروط، وبعضهم يقول كده بالنص مستحيله التطبيق. نقول له انتبه لما تقول، ان لما تقول ان يعني تخيل كده مثلا واحد بيقول لك، مدرس بيقول للطلبه بتوعه يعني عليكم واجب تحلوا كذا وكذا وكذا لو ان امبارح جه بعد بكره، او لا او لو ان واحد زائد واحد تساوي واحد، الاطفال هيضحكوا عليه مش لا. لكن ممكن يقول ان والله انتوا النهارده عندكم اجازه، ولو اليوم الفلاني طلع اجازه، ولو انتوا انا غبت، ممكن يحط شويه شروط معينه نادره بس عامل حسابها، انه افترض انتوا عندكم اجازه يوم الجمعه والسبت لو انه حصل عارض وطولت الحد ضيف الواجب ده، يبقى شرط احتماله ضعيف، لكن هو عامل حسابه وعارف فعلا هو كراجل عايز يخلي الواجب يتناسب مع الاجازه او كذا يقول. لكن لما يقول شروط مستحيله انت تضحك عليه على طول، فمش ممكن يبتدي الناس يحط امام الشريعه موانع انها الاحكام اللي فيها مستحيل ان يجمع عليها. لا، ده اي حكم يتقال لازم يجمع على قدر منه. يعني لما يبقى في حرمة للربا يبقى لازم يبقى فيه ربا لا يختلف عليه اثنين، وفي بعض اشياء تدخل في الربا ما تدخلش وارد. لما يبقى في زنا يبقى لازم الاقي في الشرع حاجة تعرف الزنا تعريف واضح ودقيق وعليه حد، من الحد لما تجتمع شروط معينة يطبق، ممكن الاقي خلاف في ذلك او نحو ذلك. اما بيحاول يصور الاسلام انه في ذاته احكامه في غاية الهلامية، ويزيد معها كمان ان عند التطبيق ذهب من النقيض الى النقيض، فيقول ويغرق معها مريد التطبيق في نجد من المتناقضات والمفارقات، ثم يحملونه اوزار بعد هذه التجارب البشريه القاصره، وكأن الاسلام هو المسؤول عن هذا التشرذم وعن هذه الاخطاء، اذا فهو لا يصلح للتطبيق. أما أجهل هذا الإنسان عندما ينتصب لحرب خالقه ويسعى في آياته معاجزا، أو يسخر قلمه وفكره لخدمة أعدائه. وما أتعس هؤلاء العلمانيين عندما يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويظنون أنهم يقدرون على ذلك، وما ينبغي لهم وما يستطيعون.
فإن الله يابى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، كما قال تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. يقول: وللجواب على هذه الشبهة نقول: أولا، إن تعدد الاتجاهات الفقهية يحمل في ذاته آية الصدق على يسر هذه الشريعة ووفائها بمختلف الحاجات وصلاحياتها للتطبيق في كل زمان ومكان، حيث تستطيع الأمة أن تقتبس من هذه الاجتهادات في كل عصر ما يرجحه الدليل وتقتضيه المصلحة بواسطة أهل الحل والعقد من علمائها الثقات والعدول، فهو بذاته رحمة بالأمة وتوسع عليها إذا ضاق عليها الأمر في مذهب التمست السعة في مذهب آخر، نحدها في ذلك قوة الدليل وكفالة المصلحة، ولا حرج عليها في ذلك ولا تثريب. يعني كانت هذه النقطة تحتاج لبعض الضبط، ولكن هذا مما قد يجاب بها على العلمانين. ثانيا، إن الإسلام الذي ننشده وينشده كل مسلم هو إسلام الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، هذا هو المحكم الذي لا جدال فيه ولا مماراة، وأما ما وراء ذلك من الاجتهادات الفقهية فهو من موارد الاجتهاد التي لا يضيق فيها على المخالف ولأهل العلم في كل عصر أن يرجحوا ما تقتضيه الأدلة ويحقق المصلحة، ولا حرج أن تتفاوت هذه الاجتهادات من قطر إلى آخر حسبما تقتضيه المصلحة ويرفع الحرج عن المكلفين، بل وأن يعاد النظر فيها من حين لآخر كلما طرأت ظروف وتجددت أحوال حتى تبقى دائما في الإطار. ثالثا، إن تفاوت الاجتهادات والتفسيرات في الأمور الجزئية ظاهرة طبيعية لا يكاد يخلو منها تشريع سماوي أو تقنين وضعي. يقول: ألا تختلف المحاكم الوضعية في تطبيق القانون أو في تفسيره، فتقضي بينها محكمة النقض بحكم بات يرفع الخلاف؟ لفي القوانين الوضعية قل أن تجد حكم في المحاكم الابتدائية يعني يصدق عليه أو يقضى به تماما في الاستئناف، بل غالبا ما تجد إن المحكمة الابتدائية تحكم لطرف فتأتي الاستئناف فتحكم للآخر، فتأتي النقض فتحكم بحكم ثالث. فلماذا الشريعة فقط التي يعترض عليها بالاختلاف، بمعنى اختلاف أنظار المجتهدين في تطبيق حكم لا يعني عدم صلاحية ذلك الحكم؟ يقول: ألا يختلف، وإن كان هذا المثال إلا ممكن المخالف يقول لك: أنت كده ضربت لي مثال في القضايا، لكن أنا بتكلم في القانون ذاته. الكلام اللي بعده أضبط بقى، رد على مباشر: ألا يختلف علماء القانون الوضعي في شروح القوانين واللوائح الإدارية؟ بل ألا يختلف الأطباء والمهندسون وسائر الفنيين في كثير من الفروع والتفصيلات؟ يعني أنت تجد إنسان مريض وطبيب يرى أنه لابد من تدخل جراحي، والآخر بيقول لا، ما زال الأمر العلاجي ممكن وقائم، وبعدين تفريعات جوه كل حل من الحلول، ومحدش قال ان الطب علم ملوش لازمه، لان في اصول متفق عليها. ما ينفعش ما دام الاطباء مختلفين ندخل حلاق الصحه معاهم يقول رايه هو كمان راي من الاراء، او ان احنا نسقط التداوي اطلاقا مطلقا او الرجوع الى الطب. احنا بنقول هذا العلم له اصوله، وحتى فروعه نابعه من اصوله. يعني لا يتصور ان انا اجي في مرض ما، يعني حد عنده مثلا دور برد، مش هلاقي حد دكتور يقول نعمل عملية، لان خلاص هنا حتى الخلاف ممكن واحد اللي عنده برد الاقي واحد بيقول تاخد علاج، واحد يقول لك لا سيب الجسم يقاوم. مش هلاقي حل في مرض زي ده من طبيب يقول نعمل عملية مثلا. ليه؟ لان الاصول حكمت الخلاف بان الخلاف يبقى برضو في الاطار المقبول، فحتى مع وجود الخلاف ما زالت الأقوال كلها تنتمي لمدرسة واحدة،
او تنتمي الى اصول واحده. ما اسقطناش الدنيا بالكليه وقول خلاص ما دام كده احنا الاطباء دول ما يكلموناش في الطب، الطب هنعتبره من العلوم الانسانيه العامه، يقوم العلوم الانسانيه العامه نستشير فيها الناس كلها. لا ما اعتبرناهوش كده، بل اعتبرناه ان هو علم ما زال له اصوله التي ينبغي ان تراع. فالكلام في الاختلاف الفقهي لا ينفي ان هناك مجمع عليه، وان حتى هذه الاختلافات بتمثل قدر مشترك لا يمكن الخروج براه. زي بديك مثال كده، انا لما الطبيب اللي قال لي لما يجي لك دور برد ما تاخدش دواء، ده مش ده مبني على نفس الاصل اللي قال لك خد دواء، ان انت في فيروس بيهاجم الجسم، الفيروس هيقعد يهاجمه، والله في هنا ده بيغلب جانب انك راجل بصحتك بفضل الله، فيقول لك سيب الجسم يقاومه، ولو قاومه هتبقى انت كده استفدت. ما قاوموش وبدأت الاعراض تزيد، معناها ان الجسم فشل في مقاومة الفيروس ودخلت معاه بكتيريا. بيقول لك بعد 3 ايام تعالى لي لو لسه الدور معاك هديك دواء. التاني عارف نفس النظرية، بس شايف ان انت جسمك ضعيف شوية، او انت مستعجل شوية، او انت قلوق شوية، فرح كاتب لك الدواء على طول، وعلى اساس ان هو ضحى بمصلحة انك تجرب، تسيب لجسمك فرصة انه يجرب. فحتى الاختلاف ناشئ من اسس مشتركة بين الاتنين، ولكن واحد غلب جانب والتاني غلب جانب، سواء هو الطبيب نفسه يعني قناعاته الشخصية وخبراته بيقول ما فيش داعي نجرب الثلاث ايام دول، او دول او انه راعى حالة المريض، وده لم يهدر حتى الخلاف في المسألة الخلافية، معناه ان انا ما ينفعش اطلع برا الحلين دول، يعني ده حلول الاطباء ما تطلعنيش براهم. فلما يجي يقول في اختلاف اقول له ما وماله، هو انت حصرت نفسك جوه حلول الفقهاء؟ وزي ما بنتكلم تاني هو بيقول طب وفين حلول الاقتصاديين وعلماء الاجتماع؟ ما احنا اتفقنا الشريعة ضوابط بتحكم وهناك مساحة عفو. لما يجوا يختاروا لنا حل لمشكلة اقتصادية او مشكلة حتى طبيعية، قلنا مثلا مثال ضربناه وخلينا احنا ماشيين النهارده في سكك امثلة كلها طبية، مشكلة العقم مشكلة طبية، جابوا لنا حلول اطفال الانابيب وحلول تأجير الارحام، دي دراسات طبية. لما تشرح لاي بني ادم هيفهم الحل ده ايه والحل ده ايه. لما بتوع الطب بيشرحوا الكلام ده للفقهاء قالوا بس لا ده تأجير الارحام ده هو عين الزنا، يبقى ده حرام. ما مش ان هو تدخل في انه اصل انت بتجريه ازاي، اصل انت الاشتراطات الطبيه هنا، لا ده هو وصف له وصف من اجمالي ماذا يتم فيه، ليراجعه على الضوابط الشرعيه في باب حفظ النسل. فقال لا ده ما ينفعش. طب الثاني اطفال الانابيب الجمهور على انه يجوز، مع ان البعض بيقول بعدم جوازه. ليه؟ قال لك خلاص ما هو مني رجل واحد وامرأة واحدة وبينهم عقد زوجية قائم، اذا ما فيش اي حرج غاية ما هنالك التقاء الحيوان المنوي بالبيضة غير متيسر ان يتم، او في موانع طبية او غير ذلك، فبيتم في جو يعني طبي مناسب ثم يعاد نقله الى رحم المرء. في ناس بيقول لك لا انا عندي هنا مشكلة أمانة المستشفى اللي بتجري الأمر بقت أحد العوامل. احنا في الشرع لما المرأة بتلد مولود فهو ابنها جزما، ده كده شيء مادي، وهي مؤتمنة على أنها تصون فرجها إلا من زوجها، فصرنا بناء على أمانة هذه المرأة والأصل فيها الأمانة وعدم التهمة نسبنا الولد إلى أبيه. فأطفال الأنابيب دخل عندي عامل ثالث وهو الفريق الطبي
اللي هيجري عملية التلقيح خارج الرحم. المجامع الفقهية معظمها بتقول يكفي ان يكون فريق طبي امين ونكتفي بذلك. في بيقول لا. طب بس انا بتكلم هنا اشوف كل الكلام ده كلام طبي الاطباء عملوه ولما جابوه للفقهاء الفقهاء قدروا يضبطوه. حتى لو في خلاف عرفنا ازاي الفقهاء اتفقوا على المنع من تأجيل الارحام وليه اختلفوا في اطفال الانابيب. كلام كله نابع من قواعد الفقه واصولي. ساعتها بقى لما اختلفوا في اطفال الانابيب يعني احنا عندناش مانع نقول نعمل مجمع فقهي وناخد الاراء فيه بالاغلبية. او حتى مدام المجمع الفقهي قال المسألة قابلة للخلاف من باب من كان ده خلاف الاصل يعني تروح لمجلس الشعب هو اللي يحسم الخلاف بالاغلبية مدام ان المجمع الفقهي بعضه بيقول بالجواز. يعني الحلول الاجرائية قائمة لكن وجود خلاف مش معناها ان المسألة بلا ضوابط. لا ده الخلاف نفسه احيانا يكون نابع من نفس الضوابط بل هذا هو الغالب. انت تهدر قيمة الشريعة مطلقا لمجرد وجود الخلاف. بالعكس الخلاف يعني بيثري المسألة ويبين كل ما يحتف بها من مسائل. الاطباء بيختلفوا ما اهدرناش قيمة الطب. المهندسين بيختلفوا ما اهدرناش قيمة الهندسة. ولان اختلافاتهم غالبا ما نابعة من نفس الاصول. يقول رابعا في الاجابة على هذه الشبهة ان هؤلاء العلمانيين القائلين بهذه الشبهة يكيلون بكيلين ويزينون بمعيارين. فعندما يتحدثون عن الاسلام يشغلون عليه باختلاف مذاهبي وتعدد تجارب تطبيقي. وعندما يتحدثون عن مذاهبهم الوضعية وعقائدهم السياسية لا يكادون يتفقون على تعريف محدد ولا ينادون به من هذه النظريات ولا يجدون في تعدد مدارسها وتباين مذاهبها مانعا يمنع من تطبيقها او يثني عزمهم عن المنادة بها والدعوة اليه. ثم يذكر عبارات عن فلاسفة الماركسية والاشتراكية والديمقراطية والليبرالية. كل منهم يقول ان هذه الفكرة فكرة هلامية لا تدري يعني تنطقت يمكن تطبيقها بصور يعني متباينة من صور. طبعا الديمقراطية ابرزها. انت عندك الديمقراطية الليبرالية الغربية القائمة على تعدد الاحزاب والمبالغة في الحرية الفردية. وعندك المعسكر الشرقي عنده ديمقراطية الحزب الواحد الذي يعبر عن طبقة واحدة هي الطبقة العاملة. وده بيقول انا ديمقراطيتي هي الصح وده بيقول انا ديمقراطيتي هي الصح. ومع ذلك ومع هذا التباين التام لم يسقطوا الفكرة بالكلية. خامسا اما الاخطاء التي صاحبت بعض تجارب التطبيق فوزرها على اصحابها والاسلام منها براء. وهذا هو الذي تقتضيه الموضوعية في التقديم والانصاف في الحكم. ولكن ان لهؤلاء العلمانيين هذه الموضوعية وهذا الانصاف وهم الذين تنغل قلوبهم حقدا على الشريعة وعداوة لانصاره. ومرة اخرى نرى التطفيف في منطق هؤلاء العلمانيين. فعندما يتحدثون عن فشل المذاهب الوضعية في بلاد المسلمين يبرئون هذه المذاهب في ذاتها ويلتمسون للفشل أسبابا أخرى. وعندما يتحدثون عن تجارب التطبيق الإسلامي يحملون الإسلام في ذاته هذه الأخطاء ويجعلون الفشل مرتبطا بطبيعة الحل الإسلامي في ذاته وعدم صلاحيته في ذاته للتطبيق. فنجدهم يلتمسون العذر لفشل الديمقراطية الليبرالية في مصر بأنها لم تدم أكثر من 30 عاما من عام 1923 ل 1952. طبعا الليبرالية اللي بيبشرونا بيها ديت كانت مطبقة في مصر قبل الثورة والثورة قامت ضدها ثورة يوليو 52. وكان مطبقة في مصر في قبل ثورة 25 يناير.
على الأقل الجانب الاقتصادي منها، الجانب السياسي كان مطبق فيه شيء عجيب كده لا يمكن إيه يحيرك اسمه، يعني الديمقراطية التعددية الحزبية التي لا ينجح فيها إلا حزب واحد، ويعني أمين التنظيم في الحزب ده يطلع يحلف برحمة أمه قبل الانتخابات إن ولا واحد من المعارضة هينجح، ويحصل يعني الجمهور يبر قسمه إن الراجل مدام حلف يبقى هم الجمهور يوافق. فممكن تتكلم على إن الناحية السياسية كان مطبق كما ذكرنا يعني شيء يحيرك اسمه، ولكن النواحي الاقتصادية كان مطبق فيها الليبرالية، وهم بيحاولوا بس يغطوا على الليبراليين مش عايزين يعترفوا، ولأن الليبراليين دعاة الليبرالية النهاردة هم كانوا من أكثر المستفيدين من ليبرالية ما قبل 25 يناير. يعني ساويرس الراجل بدأ يعني ملمين، وبعدين اشترى شبكة المحمول الأولى أيام ما كانت الدقيقة بثلاثة جنيه ونص. شبكة المحمول الأولى ده الشيخ زايد بتاع الإمارات صعب عليه الشعب المصري إن هو ما يبقاش عنده محمول، عطى الحكومة المصرية شبكة محمول هدية. أنا كانت راكبة في الإمارات وكان هو بيطور للثري جي وقتها، كانت لسه في مصر ما دخلش، ففك الشبكة وجات هدية. الشركة المصرية للاتصالات لم تتحمل إلا مصاريف التركيب، وكان وقتها الشبكة غطت القاهرة واسكندرية والطريق والطرق اللي بينهم الزراعي وربما الصحراوي أو جزء منه، كانت الدقيقة بثلاثة جنيه ونص. وهناك شخص عبقري، ما الليبرالية بقى كده، الليبرالية ان شخص يطلع يقول ان المحمول لا مستقبل له في مصر، وبعدين شخص يقنع رئيس الشركة المصرية للاتصالات بان فعلا المحمول ده عبء. في ذات الوقت اللي القطاع الخاص بيقتنع ان المحمول ده له مستقبل، في نفس الوقت اللي عادل حمودة ايام ما كان تحرير روزا اليوسف رئيس تحرير روزا اليوسف يقول في جماعة ارهابية بتقول لو راست شبكة المحمول على صويرس فاحنا هنعمل ونخلي ونسوي، وكان كان في راس يعني ما حدش يعرف تفاصيل عملية البيع ولا انها ممكن تسرق ترسى على صويرس، وكل الكلام ده في الاخر الشبكة راحت لصويرس ما هذه بسنتين احتكار ان هو الوحيد اللي بيقدم خدمة المحمول في مصر. فالراجل دلوقتي بقى مش عارف قفز الى قائمة اغنى اغنياء العالم، وعمال يبيع ويشتري في مصر ويعمل لجنة حكماء ويفكها ويعمل لجنة مش عارف ايه ويعملها وكل ده، واحنا وهو الراجل راجل كل العصور، يعني هو قبل الثورة وبعد الثورة، هي دي الليبرالية. طبعا في ناس الخايبين الوزراء دول يعني اكتشفوا ان هم ما عرفوش يلعبوها صح، يعني ان هم كانوا فاكرين نفسهم مسنودين على المنصب السياسي. لا، ده الليبرالية يستند على ماله واعلامه وملوش دعوه بالسياسه، خلي السياسه دي هو يشتريها ما يلعبهاش. والليبرالية في امريكا كده، في كل حته كده، يعني صاحب رأس المال يسند على ماله وعلى وسائل إعلامه، وإياه إن هو طبعا غباء سياسي. يعني مشكلة عندنا مجموعة من الساسة يعني بيعملوا كوارث، يعني هم يستاهلوا يتحكموا بس بتهمة الغباء السياسي. ما ينفعش يبقى رجل أعمال ليبرالي ويبحث عن منصب سياسي، يبقى مش فاهم ليبرالية صح، يعني لأنه هيتشير ده الليبرالي ده خصم للحكومة، يعني هو في كل كلامه الحكومة غلطانة دايما، الحكومة مش سايباله حرية يشتغل. ما ينفعش يبقى هو الحكومة، لكن طبعا احمد عز والذكاء الخارق بتاع ان هو يبقى هو المعارضة وهو الحكومة والمية في المية من مقاعد البرلمان بتاعته، وطبعا يعني هو يعني يستاهل يعني اكتر من اللي جراله يعني بالغباء السياسي لوحده. لكن اللي من الاول تعالى شوف كده، مالك القنوات الفضائية قبل وبعد الثورة
حد جه جنبهم مالكي شركات الاتصالات اللي اتقطعت يوم 25 يناير، مش ده موقف عدائي من الثورة؟ ما حدش عارف يركز عليه، لان هو الاعلام اعلامهم، هو الناس مين بيشحنهم مع مين وضد مين. ده انت اول حاجة لافشال الثورة قطع وسائل الاتصالات. وطبعا يعني يمكن فودافون واتصالات مش عارف سابوا الرسائل المصورة، قطعوا المكالمات والرسائل الاس ام اس. طبعا صويرس قطع الماية والنور، يعني ما سابش حاجة خالص. ولكن ما فيش مشكلة، كل دول الليبرالية ان هو رأس المال يستند على رأس ماله ويمتلك عدة وسائل اعلام ويحرك الحكومة بالضغط عليها انها تطلع قانون، والضغط عليها انها تحرر تجارة كذا، والضغط عليها، وممكن الضغط احيانا يتم باسم العمال، صناعة كذا بتشتكي ومحتاجة دعم حكومي، وتلاقي الحملة ممولة من رجل اعمال هيستفيد. الليبرالية يعني اللي هم بيوعدونا بيها مش وعد جديد ولا حاجة، هي طبقت بصورة كاملة في مصر كسياسة كنواحي سياسية واقتصادية واخلاقية من 23 ل 52، وطبقت كنواحي اقتصادية في ال 15 سنة الأخيرة من حكم مبارك، أو تقدر تسميها فترة حكم جمال مبارك، يعني دي تطبق فيها الليبرالية ولكن من ناحية الاقتصادية. لكن من ناحية السياسية طبعا كان عندك رئيسين والكنيسة الرئيس الثالث، ويعني ما كانش في سياسة في البلد، يعني ما كانش في إدارة سياسية. على أي فشل كل تجربة من دول بيقول انها يعني ايه فشل، ما بيعتبرهاش فشل للفكرة، بيعتبرها فشل لأصحاب الفكرة. بينما الإسلام تيجي تقول له طبق الإسلام يقول لك ما نمري طبقه غلط. طب يا عم طبقه انت صح. وهكذا إلى أن يقول في ختام هذا الفصل: أيها المسلمون، إننا نود أن نوقفكم على أمر محكم في هذه الشبهة ينأى بكم عن الدخول في كل هذه التفصيلات ويتلخص في هذه الأسئلة. ألم تأمر محكمات النصوص بالتحاكم إلى ما أنزل الله وتنفي الإيمان عمن أراد التحاكم إلى أحد من دون الله، وتجعل ادعاء الحق في التشريع المطلق إشراكا بالله؟ يقول إن الجواب على هذا كله من المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا قبص من النصوص التي تشير إلى ذلك، منها قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهل نسخت هذه النصوص أم لا تزال تخاطبنا كما خاطبت الجيل الأول وستظل تخاطب الأجيال القادمة إلى يوم القيامة؟ أجيب يا أولي الألباب. إذا تمهدت الإجابة على هذا السؤال بأنها لا تزال تخاطب البشرية إلى قيام الساعة، فإننا ننتقل بعدها إلى السؤال: هل يكلف الله عباده بما لا طاقة لهم به لكونه مختلفا عليهم يستحيل تحديده، أو لأن تطبيقه يحيل حياتهم إلى جحيم مستعر من المظالم والمفاسد؟ إن أجابوا بإجاب كفروا، وإن أجابوا بالنفي خصموا، إذ لو كانت الشريعة من الأمور المائعة التي لا تنضبط بضابط لكان الأمر بتحكيمها وتكفير الخارج عليها نوعا من التكليف بما لا يطاق، وقد اتفق أهل العلم على رد ذلك لما فيه من نسبة الظلم إلى الله جل وعلا
وما ربك بظلام للعبيد. ولو كان تطبيق الشريعة مما يغرق الأمة في بحار من المظالم والمفاسد كما زعموا لكان التكليف بتطبيقها مفسدة بحتة، بل يكون جورا وسفها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذ كيف يحرم الله الظلم على نفسه ويجعله فيما بيننا محرما، ثم يأمرنا بأن تسقى به البلاد والعباد ويتخذ به الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله؟ وهل يصح وصفه بعد هذا بأنه الحكيم العليم الخبير؟ فإن نفوا كل هذا الفساد كل هذا فهذا لفساد هذه اللوازم لم يبقى أمامهم إلا الإقرار بأن الله قد كلف عباده تحكيم الشريعة، أن هذه الشريعة بينة لمن أراد، وأن العلم بها مقدور لمن شاء، وأن في تطبيقها سعادة البلاد والعباد، ولا مخلص لهم من ذلك إلا الكفر أو التناقض. يعني هذا نهاية الكلام على هذه الدعوة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.